يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحصل أحيانا في المقابر أن توضع الجنازة بين القبور ثم يصلى عليها ثم يصلي عليها من لم يصلي عليها، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، صلاة الجنازة في المقبرة لا بأس بها، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على القبر لما لم يصلي عليه قبل الدفن، صلى على القبر، هذا خاص بصلاة الجنازة، أما غيرها من الصلوات فلا تجوز في المقابر. نعم.